انت عارف على طول؟ انا مصطفى احمد، دبلوم طباعه، مستقل، مش تبع حركه سياسيه ولا تبع اي حزب ولا انتمي اي حركه سياسيه. النهارده نازل ليه؟ النهارده نازل لان بصراحه الثوره لسه لغايه دلوقتي ما اكتملتش، في اهداف سياسيه. المجلس العسكري بيضلل الثوره وبيبعدها بعيد خالص عن الاتجاه السليم ليها. عايز ايه يعني الاهداف؟ انت بتقولي اهداف، ايه هو؟ 1 2 3. الهدف الاولاني طبعا عايزين حكم رادع لمبارك ونظامه وكل قياداته القديمه اللي اشتركوا في قتل المتظاهرين. طب المحاكمه شغاله، بس حاسين ان في تواطؤ من وزاره الداخليه و يعني الشهاده الاخيره، يعني اخر شهاده بتاعت اللواء واتكلم كلام، حتى المحامين كلهم سقفوا له. ما هو واحد من 9 شاهد من 9 شهود. ما هي لسه المحاكمه شغاله؟ ما هي المحاكمه لسه شغاله، ما انا عارف، بس انا حاسس محامين على فكره. انا عايز بس اوضح لحضرتك وجهه نظر الداخليه باكملها، بوزاره الداخليه باكملها، وزاره الداخليه باكملها بقياداتها كلهم، حزنا على مبارك وعلى وزير الداخليه الاسبق اللي كان عامل لهم هيبه، وكان عامل لهم هيبه ووضع. طب انت عايز ايه بالظبط؟ انا عايز بالظبط محاكمه رادعه، عايز الثوره تسير في اتجاهها السليم، مش عايز قانون الانتخابات اللي قايم عليه الانتخابات القادمه ان شاء الله قانون غير سليم بالمره. وعندك كلمه للناس اللي ما نزلتش النهارده؟ الناس اللي ما نزلتش النهارده، انا بقول للاخوان اللي هم مننا، انا مسلم وهم مسلمين، ان احنا كنا لازم نوحد الصف ونتكاتف على الثوره وعلى نزولنا النهارده، ان مطالب الثوره مطالب موحده، وما ينفعش ان في اي حد يفرقنا، وكان وجودكم كان هيبقى معانا فرق كبير جدا. بس برضو انا عايز اقول لكم ان النهارده الميدان مليونيه، بالاخوان من غير الاخوان، بالسلفيين من غير السلفيين، النهارده مليونيه. شكرا شكرا.